أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عطف النسق، الجزء الثاني. تكلمنا في الجزء الأول عن العطف، عطف النسق، وتكلمنا عن حروف العطف الستة. قلنا أن حروف العطف تسعة، تكلمنا عن ستة منها، وهي تلك التي تفيد مشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب، وهي الواو والفاء ثم حتى أو أم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الثلاث الباقية التي تعطي المعطوف حركة المعطوف عليه، بمعنى أنها تتبعه في الحركة لكن دون المشاركة في الحكم، وهي ثلاث، هي بل، لا، لكن. إذن على بركة الله، الحرف الأول وهو حرف بل، وهو للإضراب عما تقدمها والاهتمام بما بعدها. إذن عندما يذكر الحرف بل، بمعنى أننا ننسى ما قبلها وننتبه إلى ما بعدها. وشرط العطف بها أن يكون المعطوف مفردا لا جملة، مثل ما سافر جيرانك بل خادمهم. فهنا نفيت السفر عن الجيران وأثبته للخادم، بمعنى أن الكلام الذي سبق بل نفي وغير لا نهتم به، ولكن نهتم بالكلام الذي جاء بعده. أعيد، الكلام الذي سبق بل لا نهتم به، ولكن نهتم بالكلام الذي جاء بعدها. فهنا السفر، ما سافر جيرانك، بمعنى أن الجيران لم يسافروا، لكن من الذي سافر؟ الخادم، وهو الكلمة التي جاءت بعد بل. وبل قد تكون حرف عطف وقد لا تكون، كما أسلفنا الذكر. متى تكون حرف عطف؟ إذا كان المعطوف مفردا، بمعنى الكلمة التي تأتي بعدها تكون كلمة مفردة، مثل الكلمة هنا خادمهم، فخادمهم معطوف، لماذا؟ لأنها مفردة. بل قد تسبق أو قد تأتي بعد نفي أو نهي، مثل هنا المثال الذي سبق، ما سافر جيرانك، فجاءت كلمة بل سبق مسبوقة بحرف نفي، هنا هو الميم، ما أفادت تثبيت النفي أو النهي لما قبلها وثبوت ضده ما بعدها. ما معنى هذا الكلام؟ مثل ما ذكرنا في المثال، أنها تنفي الكلام الذي سبقها وتثبته لما بعدها. في بعض الأحيان تأتي بل بعد جملة خبرية أو أمرية، مثل ليشهد سليم بل معاذ. فليشهد هنا فعل أمر، فهي جملة أمرية، ليشهد سليم بل معاذ. فهنا سلبت الحكم، حكم الشهادة من سليم، وأثبتته لمعاذ. كأننا نقول لا، ليس سليم هو المراد بالشهادة، ولكن معاذ هو الذي نريده أن يشهد. فسلبت الحكم مما سبقها وأثبتته لما بعدها، فهي تقريبا تشبه العنصر الأول، وهو عندما تأتي بعد نفي أو نهي. لكن في المثال الأول قلنا أنها نفت ما قبلها وأثبتت ما بعدها، ولكن هنا قلنا أنها سلبت ما قبلها وأثبتت ما بعدها. إذن في هاتين الحالتين تكون حرف عطف، لكن قد تكون بل تخرج من كونها حرف عطف وتصبح حرف ابتداء، إذا كان المعطوف، أي إذا كانت الكلمة بعدها جملة وليست كلمة. فهنا لا تعد حرف عطف، ولكن تصير حرف ابتداء فقط. المثال الأول، ما سافر جيرانك بل خادمهم، فخادمهم هنا هي كلمة وليس جملة، ولو جاءت بعد بل جملة لما أصبحت حرف عطف، ولكن تصبح حرف ابتداء. الحرف الثاني هو حرف لكن. طبعا معروف أن لكن هي للاستدراك، طبعا لكن لا تكون دائما حرف عطف، وإذا كانت حرف عطف فذلك بشروط. أولا، الشرط الأول أن تسبق بنفي أو نهي. الشرط الثاني أن لا تقترن بالواو.
الشرط الثالث أن يكون المعطوف ليس جملة. لاحظ هذا المثال، لم يسافر الطلاب لكن وكيلهم. الشرط الأول متوفر وهو أن سبقت بنفي وهو لم. الشرط الثاني لم تقترن بالواو. لو قلنا مثلا لم يسافر الطلاب ولكن وكيلهم، فمع أن الشرط الأول وهو النفي متوفر، الشرط الثاني وهو أنها أن لكن جاء بعدها كلمة وليس جملة، لكن الشرط الثالث وهو اختفاء الواو وهو أن لكن مقترنة بالواو، أن الواو موجود هنا، لم تعد لكن حرف عطف. إذن يجب أن يسبقها نفي أو نهي، ويجب أن لا تكون مقترنة بالواو، ويجب أن يكون بعدها كلمة وليس جملة. فإذا نقص شرط لم يكن حينئذ، لم تكن لكن عاطفة ولكن حرف ابتداء فقط. الحرف الثالث والأخير وهو لا، وهي للنفي والعطف، مثل نجح محمود لا سليم، نجح محمود لا سليم، فأثبتنا الحكم لما قبلها ونفيناه عما بعدها، فهي حرف نفي وحرف عطف في الوقت نفسه. أحذر وثائقك لا كتب، لا كتبك، فالمنفي هنا الكتب، والمثبت حضور الوثائق. وشرط العطف بها أن يتقدم خبر مثبت أو أمر، وتفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها. هذا كل شيء بالنسبة لعطف أو عطف النسق. إن شاء الله تعالى في تسجيل آخر سوف نتكلم عن عطف البيان. فإلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.